توقفت تجارة مصر الخارجية بشكل كامل. زمن الحملة الفرنسية على مصر 1798 في اتجاهين، يعني الاتجاهين دول بالنسبة لحدود مصر يعني كانت التجارة واقفة خالص أيام الحملة الفرنسية، طول الحملة الفرنسية من أول نابليون لحد مينو، من أول ما جت الحملة لحد لما رحلت الحملة. طيب أسأل نفسي سؤال، هي ليه مصر رفضت التجارة؟ هتقول لي والله بسبب حصار الأسطول الإنجليزي للشواطئ المصرية، الشواطئ المصرية دي اللي هي شواطئ الإيه؟ البحر المتوسط بعد موقعة أبو الكريم البحرية، يعني المنطقة الشمالية مقفولة. وبرضه السبب الثاني وجود الجيش العثماني في سوريا، سوريا دي اللي هي الشام، يعني بالنسبه لها منطقه الشمال الشام، يعني المنطقه الشماليه الشرقيه برضه مقفوله، يعني المنطقتين اللي كانوا واقفين بالكامل الشمال والشمال الشرقي، الشمال بسبب الاسطول الانجليزي والشمال الشرقي بسبب وجود الجيش العثماني.